ولاية اس ام سي. عضو تنفيذا للبرنامج الذي قرره السيد، برنامج تكميلي الذي قرره السيد رئيس الجمهورية لولاية سمسيت، وبمناسبة الاحتفالات بالذكرى 63 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، اغتنمنا هذه الفرصة التاريخية لتسليم 10 سيارات إسعاف من بين الحصة الأولى من مجموعة 30 سيارة إسعاف التي سبت بها الولاية إلى المستشفيات والقطاعات الصحية عبر تراب الولاية لتدعيم التغطية الصحية في المستشفيات وفي القطاعات هذه، إضافة إلى تكفل أحسن بمواطنين الولاية في القطاع هذا. من جانب آخر الحصة الثانية راح تكون إن شاء الله سنستلمها قبل نهاية السنة، ستدعم دائما بلديات الولاية ومواطني الولاية